فرصة، برنامج صممته وزارة التضامن الاجتماعي لخلق منظومة متكاملة لدعم الشباب والأسر محدودة الدخل تتيح دمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية من خلال الابتكار والشراكة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص. ومنذ بداية العمل على تصميم البرنامج تم تحديد ثلاث مسارات يعتمد أولها على نقل الأصول من خلال منح الشباب والمستفيدين الأصل، في حين يتمثل المسار الثاني في التمويل والتأهيل والتدريب من خلال منح قروض لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويتمثل المسار الثالث في توفير فرص توظيف مناسبة للمتقدمين من خلال التعاون مع منصات التوظيف العادية الإلكترونية. ويركز البرنامج على الفرص والأصول غير المستغلة والوحدات المغلقة وتوفير خدمات القيمة المضافة للمنتجات والتوسع النجاح المستدامة من خلال تبني واحتضان المبادرات الرائدة بالتعاون مع نماذج النجاح الوطنية والدولية. يشار إلى أن هناك حراكا اقتصاديا لمواجهة الفقر طبقت فيه مصر برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2015، حيث بلغ عدد أفراد الأسر المستفيدة 8 ملايين شخص، 45% منهم من فئة الشباب في سن العمل بين 18 إلى 49 عاما، فكان لابد من توفير العمل لهؤلاء من خلال التمكين الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، أولى حلقات برنامجنا جيل المستقبل. دكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة مشرفنا النهاردة عشان يشرح لنا ايه هي الفرصة. مساء الخير يا دكتور واهلا بحضرتك. الاول عايزين اوفر فيو او بشكل شامل البرنامج ده هيحقق هدفه للتمكين الاقتصادي وانه يوفر شبكة امان اجتماعي ازاي وفق انهي خطوات. الحقيقة البرنامج فرصة برنامج بتطلقه وزارة التضامن الاجتماعي في إطار استكمال ما يطلق عليه شبكة الحماية الاجتماعية. وشبكة الحماية الاجتماعية في العالم عادة هي الشبكة اللي الدولة بتقدمها للي بتعرض لمشاكل اقتصادية طارئة أو الفئات اللي هم محتاجين حماية دايمة، فبالتالي اللي بيتعرضوا لأزمات اقتصادية طارئة، يعني مثلا حد مش قادر يدخل سوق العمل أو حد عنده وظيفة فقدها أو امرأة ما بتشتغلش واتطلقت فتلاقي تروحها أنها محتاجة دخل، فهم دول اللي بيطلقوا عليهم في شبكة الحماية الاجتماعية اللي هم بيقعدوا تحت المظلة لفترة مؤقتة. فبرنامج فرصة جاي الحقيقة عشان يفتح باب لفرصة بديلة للي هو ما قدرش انه يدخل سوق العمل بشكل مباشر، يمكن بعد عدم وجود معرفة، عدم وجود خبرة، عدم وجود مؤهل كافي، او يمكن عدم استكمال التعليم في حد ذاته. برنامج فرصة اطلقته الوزارة الحقيقة بهدفين. الهدف الاول هو اخراج اكبر فئة ممكنة من اللي بيتلقوا المساعدات الاجتماعية للبرنامج تكافل وكرامة بالهدف الاقتصادي، اللي هم ما عندهمش دخل او ما عندهمش مصدر مالي يعيشوا منه. احنا الحقيقه بدانا بعمل قاعده، يعني بالتحليل قاعده البيانات، حاليا في تقريبا 8 مليون مستفيد من البرنامج على مستوى الجمهوريه. الحقيقه تقريبا في حدود 44 ل 48% منهم في سن العمل اللي هو من 20 ل 48 سنه. في الغالب اللي موجود بياخد مساعدات اجتماعيه وهو في سن العمل قادر على العمل بيكون عنده مشكله في انه مش قادر يشتغل، يعني مش قادر يحقق فرصه عمل او مش قادر يعمل مشروع. فبرنامج فرصه الحقيقه بيهيئ اول حاجه بيئه بنقول عليها منظومه متكامله من الدعم والخدمات. بيبدا باول حاجه بحاجه جديده اول مره في مصر نعملها يمكن في المنطقه العربيه كلها، ان احنا نشتغل على تعديل التوجهات وثقافه العمل والمكتسبات اللي عند الانسان.
طبعا احنا نعرف ان ممكن يكون في حاليا عدد من الشركات بتوفر فرص عمل، لكن الشباب شويه غير راغبين على عنها، وخاصه الشباب المستهدفين من الوظائف. يعني في وظائف يقول عليها بلو كولر اللي هي شويه فنيه مثلا، بتلاقي في وظائف كثيره متوفره لكن الشباب مش متكالب عليها، نظرا لشيء العالم كله اكتشفه من يمكن 4 5 سنوات فقط، اللي هو سوق العمل او ربط الدراسه بسوق العمل. غير ربط الدراسه بسوق العمل، ان احنا المفروض العالم اكتشف ان احنا المفروض نشتغل على العقلية وتغيير التوجهات وتغيير السلوك. تغيير السلوك بمعنى ان احنا ممكن يكون في شيء لينا مصلحة في عمله لكن احنا مش راغبين فيه، مش متحمسين، مش متحفزين. فاحنا اول حاجة بنبدأ فيها برنامج فرصة ان احنا بنعمل ما يطلق عليه جلسات ترسيخ ثقافة العمل وتعديل السلوك. يعني تعديل السلوك من ناحية ان احنا نبدأ نتكلم مع الشخص على انه هو من الافضل ليه انه يشتغل، على انه ياخد المساعدة. تواصلوا مع الشخص يعني بتوصلوا 8 مليون؟ لا كويس، تواصلتوا معهم ازاي؟ يعني كان عندكم داتا بيز بس ابتديتوا ان انتوا تتوجهوا بفرق عمل ليهم، ولا البرنامج عامل دعاية فالناس بتيجي لوزارة التضامن تقدم تقول انا عايزة أبقى ضمن البرنامج؟ لا، هو حاليا البرنامج بيمتلك قاعدة بيانات كل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. برنامج تكافل وكرامة اللي هو شغال عنده قاعدة بيانات، هم المستفيدين منه حاليا 8 مليون تقريبا حالة، بيمثلوا تقريبا 1,800,000 تقريبا أسرة. الفكرة ان احنا عندنا قاعدة البيانات، ومن قاعدة البيانات نقدر نعرف جغرافيا وجندر ومستوى تعليمي وكل حاجة. في منهم ممكن يدخل في برنامج فرصة وفي منهم لا، يعني في منهم مثلا ظروف مرض بتمنعهم من الشغل، فده طبعا مش داخلين معاكم في البرنامج. تمام، احنا قلنا ان احنا عملنا تحليل طلع تقريبا في حدود 48% منهم بيقعوا في الفترة العمرية اللي هم تقريبا من 20 ل 49 سنة، وهم اللي بياخدوا المساعدات لان عندهم سبب اقتصادي، مش ان هم برنامج كرامه بيتوجه لذوي الاحتياجات الخاصه، فدول حتى دول عندهم برضو فئه بيحتاجوا ان هم يشتغلوا. لكن احنا عندنا قاعده البيانات، فبدانا من قاعده البيانات بنتعرف على الموقع الجغرافي والمكان اللي موجودين فيه والمستوى التعليمي والجندر، وبدانا دلوقتي نتعاقد مع يعني وزاره التضامن الاجتماعي، ووقعت عدد من الاتفاقيات مع شركات اللي هي ممكن توفر فرص عمل. وبجانب ان احنا وقعنا اتفاقيه مثلا مع احد المبادرات تتبع المعونه الامريكيه اللي هي بتوفر التعرف على فرص العمل الموجوده في المنطقه والبحث عن الشباب وتاهيلهم لفرص العمل. فاحنا عندنا الحقيقه عدد من الانشطه اللي بدانا فعلا بناء على معرفتنا بالاشخاص، ودربنا الرائدات الريفيات عشان يقدروا يتعاملوا بالمنهجيه الجديده، ان هم يعني الرائده الريفيه النهارده كانت في الغالب معظم دورها انها تتاكد من ان الشخص ده يعني تنطبق عليه معايير ان ياخد مساعدات من الدوله. احنا دلوقتي بنحاول نغير الفكره ونخلي الرائده تكون عندها استيعابيه ان هي تحاول تعمل جلسات تعديل السلوك، هي تقدر تشرح له الخدمات المتوفره وتعرف توجهاته، وبالتالي احنا نقدر نوجه الشخص الى الاماكن اللي هي ممكن يستفيد منها. النقطه الكبيره للتغيير الواضح ان الوزاره بتحاول تعمله ان احنا المستهدف هو تمكين الشخص، فبالتالي حتى لو عمل نشاط مدر للدخل اثناء استفادته من برنامج، الوزارة ممكن تعمل نوع من أنواع يعني اتفاقية معاه إنه هي بتسمح له بأن يعمل نشاط، لأنه الهدف مش إنه هو يستلم المساعدات بشكل مستدام، والهدف إنه هو يتمكن ويطلع منه. فبالتالي لو رجعت عرفت برنامج فرصة، وفي 3 قنوات أو 3 مسارات. المسار الأول هو مساعدة الأفراد على الحصول على وظيفة بأجر، هو التوظيف لدى الغير. المسار الثاني هو مساعدة الأفراد في إنهم يعني يطلقوا ما يطلق يعني بنقول عليه الأنشطة مدرة للدخل، اللي هي الأنشطة الإنتاجية البسيطة اللي ممكن الأفراد يعملوها من خلال ان احنا نديهم ادوات عينيه. ادوات عينيه قد تكون اداه الانتاج، قد تكون حيوانات مثلا يربوهم في البيوت. يعني ممكن يبقى المسار الثاني ده نطلق عليه ان هو زي فكره رياده الاعمال. هو رياده مثلاً. الاعمال هو يعني هو عنده يبقى حاجه زي الستارت ابس. هو رياده الاعمال هو فيها على فكره يعني نقطه حضرتك ان في العالم دلوقتي ظهرت ما يطلق عليه رياده اعمال الشامله. رياده الاعمال الشامله اللي هي بتشمل جميع افراد المجتمع، يعني مثلا الفقراء اللي هم بيعملوا مشاريع من المنزل يعتبر رياده اعمال، وفي امريكا بيقولوا عليهم هوم بيزنس او عمل من المنزل. في نفس الوقت المراه بتعمل رياده اعمال، بس لفتره طويله من المجتمعات ما كانتش بتشجع المراه تعمل رياده اعمال. احنا دلوقتي في بعض المجتمعات اللي عندهم عدد قليل جدا من السكان، طبعا احنا الحمد لله عندنا سكان كتير، بيلجأوا لرياده اعمال كبار السن.
يعني المتقاعدين، يعني حضرتك لو رحتي بعض الدول مثلا زي مالطا ممكن تلاقي كل يعني كل العربيات الحكوميه او الخاصه بالسواقين بتوعها كبار متقاعدين، لكن الدوله عملت مبادره عشان ترجعهم لان عدد المواطنين ما يسمحش، هم ما عندهمش رغبه ان يجيبوا اجانب يدخلهم المجتمع. فبالتالي المسار الثاني هو مسار تمكيني، ان احنا نساعد الفرد على انه نتعرف، يعني احنا طبعا بنشتغل بمنهجيه علميه الى حد ما، فبالتالي لما بنروح مكان بنبدا ندرس ايه انواع المساعدات العينيه بيقولوا عليها الاصول العينيه، اللي هي مثلا حيوانات زي ابقار او اشياء او ماكينات. ندرس الاول المكان اللي هو القريه اللي موجوده فيها، ايه نوع الاصل اللي احنا ممكن ندوره وبعدين ندربه عليه، وبعدين نحاول نشغلهم في حاجه اسمها سلاسل القيمة. طبعا احنا العالم تجارب اوضحت ان احنا الفقراء عندهم قدرات يمكن ادارية محدودة ومعرفية، فبالتالي لو اشتغلوا في مجموعات مع بعض فرص نجاحهم اكبر بكثير لو هو كل واحد اشتغل لوحده. فهو بالتالي احنا بنحاول من البداية اما ننقل الاصول العينية ان نكون عملنا دراسة بحيث انها في القرية دي او في المدينة دي يشتغلوا في شكل مجموعات. يعني النهارده في مصر في شركات منتجات البان بتشغل عدد من السيدات بتديهم الابقار وبتاخد منهم الالبان بشكل دوري. ده طبعا يطلق عليه سلاسل القيمه. فيبقى في مصب للانتاج ده، تمام، انتاج مشترك عشان يبقى الكميه كبيره او الانتاج كبير. وفي نفس الوقت الفرد بيكون شغال في اليه بيكون شبه هو ترس في ماكينه، يعني هو بالتالي بيكون متشجع وبيكون متحفز من ان بقيه العناصر، يعني لو هم 10 او 100 في قريه فبيشتغلوا مع بعض، لان مثلا لو هم عندهم ابقار فيوميا بيلموا منهم الالبان، فبالتالي بيشتغل كانه ما يقدرش يتراخى او يعيش بالطريقه التقليديه بتاعته. المسار التالي، المسار الثالث في برنامج فرصه هو المسار التقليدي بتاع الشركات متناهيه الصغر. طبعا احنا هنوفر ان شاء الله التمويل بحيث ان الثلاث مسارات يكون ليهم، يعني المسار الاول التوظيف، احنا بنوفر البيئه اللي هي فيها التعرف على الاحتياجات بتاعه التوظيف. طبعا نعرف ان مصر في بعض المحافظات في انشطه اقتصاديه كبيره وبالتالي ممكن يكون في فرص توظيف لدى الغير كثيره، لكن في محافظات ثانيه ما فيهاش انشطه اقتصاديه كبيره، وطبعا عارفينها بعض محافظات الصعيد. فبالتالي المسار الاول قد لا يكون هو الاختيار الاول المناسب. فبالتالي نقول مسارين الثاني والثالث. لو تخيلنا مجتمع زي الأقصر أو أسوان، مجتمعات شوية سياحية فيها تداخل، ممكن في مشروعات خدمية أو مشروعات الأسر يعملوها لخدمة السياحة أو خدمة عمل منتجات مثلا يدوية أو حرفية. فبالتالي إحنا بنعمل المرحلة الأولى إن إحنا نتعرف على مهارات الناس، نتعرف على إزاي نغير توجهاتهم عشان يكونوا متحفزين أكتر، بعدين نتعرف على الفرص الممكنة لما يطلق عليه العرض والطلب. يعني إحنا عادة برامج التنمية في اللي كانت بتتم قبل كده في معظم الدول، يعني مش حاجه احنا الوحيد متفردين فيها، كانت بتتم ان احنا ناخد برنامج ونطبقه بشكل تلقائي على معظم المحافظات او المجتمع. دلوقتي احنا لا، بنشتغل بطريقه العرض والطلب، يعني نشوف الاول المجتمع المحلي ده ايه الاشياء اللي هو بيحتاجها، ممكن تتم انتاجها من خلال مشروعات متناهيه الصغر ويشتغلوا مع بعض بشكل تشين او بشكل يعني سلسله مغلقه. طيب بما ان حضرتك كنت بتقول ان من ضمن الاسلوب العلمي اللي انتوا يعني بتشتغلوا عليه في الداتا بيز او قاعده البيانات، انكم من ضمن الحاجات بتشوفوا الجندر عشان طبعا ده بيبقى عامل مؤثر في المشروع، لكن من كلام حضرتك انا حاسه انه يعني اكتر المستفيدين هيبقوا مستفيدات من البرنامج. حضرتك اتكلمت عن الرائدات اللي في الريف اللي هيقوموا بدور تاني لتثقيف ووعي مجتمعي، اتكلمت عن حتى نوعيه المشروعات. بالنسبه للمسارين بقى، المسار الاول اللي هيروحوا هيبقى فيه توظيف، ده اوكي ممكن يبقى فيه ذكور، انما هل فعلا عدد السيدات بيكون اكبر من خلال اطلاعكم على قاعده البيانات؟ هو فعلا حضرتك يعني لمستي قلب الحقيقه، وان فعلا عدد المستفيدين حاليا بالبرنامج تكافل وكرامه 88% امراه. فالمرأة بتمثل نسبة كبيرة من المستفيدات وبالتالي هم من المستهدفات. تاني حاجة ان احنا عندنا مشكلتين، يعني عشان نقول الشفافية، ان تقريبا 64% نسبة الأمية، ودي نسبة كبيرة، فبالتالي بتخلينا نمشي في حدود بتاع المشروعات القابلة ان احنا نوجه ونأهل فيها فئة يمكن ما دخلتش في التعليم الى مراحل متقدمة. تالت شيء ان احنا عندنا تقريبا 70% من مستفيدين برنامج تكافل موجودين في الصعيد. ففي محافظات معينة جغرافية كان ليها يعني باع اكبر، فانها عندها نسبه الفقر اكبر بشويه، لكن احنا الحقيقه عندنا طبعا التوجهات العالميه بتقول ان
ان المراه عاده بتصرف 75% من دخلها على اسرتها. مظبوط. بعكس الرجل اللي ما بيصرفش طبعا اقل من ربع الرقم. فبالتالي بشكل تلقائي لو احنا حبينا ننمي اسره فقيره فهنبدا بالمراه، هنبدا بالمراه تاهيلها ورفع مستواها العلمي والمعرفي، وفي نفس الوقت اخلي لها مصدر دخل تكون هي تقود فيه. طبعا ما يمنعش ان الرجل بيكون عنده نفس الفرصه، وطبعا برنامج فرصه بيعطي الاولويه للراغبين واللي هم عندهم رغبه فعلا للانخراط في الثلاث محاور اللي قلناهم. لكن احنا بدانا بان احنا مرحله تحفيز على مش لعدم الراغبين، لانتاج الرغبه في العمل. طبعا احنا بنتكلم على يعني الانتقال، برنامج فرصه عنده عنوان كبير وهو الانتقال من الاتكاليه الى الاستقلال المادي. طبعا الاتكاليه قد تكون عنوان كبير، لكن هو المساعدات الاجتماعيه اللي بيتلقاها الشخص لفتره طويله، طبعا لان عنده ظروف اقتصاديه معينه بتنمي فيه نوع من انواع يعني عدم رغبه في العمل، لان المبلغ اللي بيعوده انه في دخل ثابت بالنسبه له بيدعمه، فخلاص ما بيبذلش مجهود. فهو احنا دلوقتي في المرحله اللي احنا بدانا نفكر بالاسلوب المختلف، ان احنا نغير الاول طريقه التفكير، نغير اول طريقه تقبل الشخص، لان نعرض عليه عمل او نعرض عليه فرصه تمكينيه، وبالتالي ده بيرفع من نسب قبوله للموضوع قبل ما نتكلم احنا نعمل ايه. طبعا دي طريقه منهجيه جديده، والعالم دلوقتي بيتغير على فكره، واكتشفوا ان احنا طبعا معنويا يعني احنا عندنا خارج الموضوع في شيء اسمه يعني الانتاجيه المشاعريه والحسيه، ان احنا العامل عنده انتاجيه بتقاس بعشرات السنين بنقيسها حجم الانتاج اللي بيطلعه على الوقت. دلوقتي احنا بدانا نقول لا، العامل عنده انتاجيه حسيه مشاعريه، انما بيكون عنده شعور بالامان وشعور بالاطمئنان بينتج اكتر. فبالتالي احنا الفعل بنتعامل معاه بنبدا الاول نقول لهم ان احنا مش هنطلعهم من المساعدات الاجتماعيه الا لما يتمكنوا، فبالتالي بنهدي فيهم تخوفهم وعدم رغبتهم في ان هم ينتقلوا من الوضع الف للوضع باء، لان هيفقدوا مميزات الوضع الف. فبالتالي البدايه تكون التعامل مع المايند سيت، التعامل مع العقليه، وازاي احنا نتعامل معاه كشخص عنده احتياجات وعنده احلام، مش كرقم مجرد شخص بيتلقى مساعدات. طيب المحور الاول او التراك الاول المتعلق بالتوظيف في اي نشاط اقتصادي زي ما حضرتك قلت، هل في مثلا برضو صعوبه من ناحيه التدريب يعني والتاهيل عشان النشاط الاقتصادي اللي موجود يناسب قدرات اللي هيتم تشغيلهم او توفير فرص عمل ليهم من خلال برنامج فرص؟ وطبعا احنا يعني ردا على الاجابه نعم، في ان احنا اقول لحضرتك كمثال، احنا حاليا في سنه 2019 المنصات الالكترونيه بقت تمثل نسبه كبيره من التوظيف على مستوى العالم حتى مستوى مصر، يعني احنا عندنا اكثر من منصه. لو حضرتك شفتي انا ذكرت ان نسبه الاميه تقريبا 64% ونسبه تواجدهم في اماكن يمكن ما فيهاش نشاط اقتصادي، لكن لا يعني ان احنا نحرمهم من اداه اللي هي المنصات. فاحنا على الحقيقه برنامج فرصه عملنا عدد من الورش التشاركيه اللي هي زي البرين ستورمنج. فبدانا اول ورشه باللقاء مع كل اللاعبين في مصر اللي هم بيشتغلوا على المنصات الالكترونيه، وتنظيم معارض التوظيف، والتنظيم في حاجه اسمها التوظيف من خلال التدريب، يعني التدريب المنتهي بالعمل. وشفنا ليه احنا الفئه اللي بنتكلم عليها دي ايه الاليه اللي ممكن نفكر فيها عشان ندمج الفئه دي، وطلعنا الحقيقه احد اكبر منصات التوظيف اللي موجوده حاليا، انا مش هذكر اسمها يعني نوع من انواع ترويج ليهم. الحقيقه عملنا معاهم اتفاقيه ان هي فيها كرم كبير منهم ان هم يعني الوضع الطبيعي في منصات التوظيف ان الشخص اللي باحث على عمل بيدخل بيرفع على الموقع السيره الذاتيه بتاعته او البروفايل بتاعه، يعني معلومات عامه عنه. فاحنا الموقع بالاتفاق معانا اتفقنا على ان هو يخلي الكول سنتر شخص من الموقع يتصل بالاشخاص اللي احنا ندهم له ويجمع بياناتهم ويعمل لهم هو البروفايل بتاعهم على الموقع. دي طبعا نقله كبيره جدا، وانا اقدر اطلق عليه ان هو ادماج رقمي، لان الافراد دول ما كانوش ممكن ما عندهمش انترنت، ما عندهمش آلية للتواصل يعني هم ما عندهمش المهارات الحاسب الالي، ما عندهمش حاسب الي ممكن، ما عندهمش انترنت كمان. لكن الفكره ان هو تواجدهم في المنصه، هي طبعا المنصه بدءا من تواجدهم عليها بتبدا هي تعمل لهم ماتشنج او تعمل لهم توافق مع الوظائف المطلوبه في الاماكن اللي مطلوبه فيها. والحين الحمد لله بدانا، ويمكن بدانا على محافظه القاهره تقريبا في
في حدود يمكن 5000 الى 20000 حاله دلوقتي بيتم التعامل معاها من خلال الموقع. طبعا هيتصل بيهم وياخد من كل واحد فيهم بياناته والموقع هو اللي يرفعها، فبالتالي ده بقى اندماج ليهم. يمكن ده طلع الاليه دي طلعت من خلال الورشه اللي احنا عملناها، لان هو الموقع ما بيعملش الخدمه دي بشكل عام، مش معني بان في حد ما بيعرفش يستعمل الموقع. فطبعا دي كانت اليه من الاليات اللي احنا بدانا. في اليه تانية الحقيقه معانا ان احنا بدانا مع احد الجمعيات اللي بتشتغل في الصعيد اللي هي بتعمل مشروعات من مشروعات الخدمة العامة والمشروعات اللي بتتم حاليا، اللي هي الجمعية بتحاول تدرب عدد من الشباب من الموجودين ان هم تشتغلوا معها في المشروعات. والحقيقة مش هقول اسم الجمعية، لكن احنا بدأنا بكل ما هو ابتكاري، يعني الاشياء اللي هي غير اعتيادية اللي احنا ما فكرناش فيها قبل كده، اللي هي ما فيهاش كلفة كبيرة لكنها فيها سرعة في الانجاز وتشارك، يعني اكبر عدد ممكن من الافراد. قد ايه دور الجمعيات مهم خاصة في المحافظات خارج القاهرة أو محافظات الصعيد على وجه الخصوص في أنكم توصلوا فعلا، ومش بس توصلوا، ده توصلوا وتتابعوا كمان إذا كان البرنامج بيسير زي الخطة الموضوعة ليه؟ واحنا بالتاكيد نقطه حضرتك جدا في محلها. احنا في الهيكل العام لبرنامج فرصه بنعتمد على التنفيذ من خلال الجمعيات بنسبه يمكن اكتر من 90%، لان لو حضرتك النهارده وانا بكلمك لو حبينا ننشر برنامج على مستوى دوله فيها 100 مليون وعدد محافظات مترامي، فبالتالي الجمعيات الاهليه خاصه الجمعيات الاهليه الكبيره اللي عندها تواجد في معظم المحافظات، يعني في جمعيات اهليه بدون ذكر اسمها عندها مكاتب في كل محافظات الجمهوريه اللي بتتعامل مع الفقر وبتعمل مع قضايا كتير. فاحنا الحقيقه عملنا ثلاث ورش، منهم ورشه الحقيقه مع الجمعيات الكبيره فقط، وفي اتفاق حاليا يمكن احنا ما اعلنش عنه ان شاء الله يعلن عنه قريبا، ان احنا نشتغل في شكل شبكه ان يكون في نوع من انواع التعرف على المستفيدين من خدمات الجمعيات دي بشكل يكون في تبادل المعلومات ما بين الوزاره وما بين الجمعيات، يعني زي فكره مبادره حياه كريمه مثلا بس على على هي تفاصيل اخرى. يعني هي حضرتك لو تخيلتي شنطه التعاون، يعني هو التعاون قائم، وزاره التضامن الاجتماعي معظم برامجها طبعا بتتم من خلال بالشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الاهلي اللي هو بيقوم بالتنفيذ. الفكره اللي انا بضيفها ان احنا يعني تخيلي حضرتك في رمضان شنطه رمضان ممكن يبقى في قريه واحده او في مدينه واحده ممكن اسره او فرد ياخد الشنطه اكتر من مره، يمكن ياخد من اكتر من شخص، لان هنا ما بيتمش تنسيق وتبادل المعلومات. طبعا تبادل المعلومات على مستوى المستفيدين من البرامج المختلفه الهدف منه هو تعظيم الاستفاده من موارد التعظيم الموارد المجتمع يعني، لكن هو مش ضد الفرد، هو ضد طبعا يمكن ضد الابيوز او يعني الاستخدام الخاطئ، لكن احنا في نفس الوقت البرنامج تكافل وكرامه وطالع منه برنامج فرصه وبيدعو ان هو لا يعني الافراد الهدف العام هو تمكينهم انهم يعيشوا حياه كريمه، مش الهدف العام ان احنا نفلتر عدد منهم ونطلعهم عشان يدخل ناس تانية. لا، لو الناس تم تمكينهم بالاطار اللي احنا بنتكلم عليه بشكل يعني لو الفرد النهارده بياخد مساعدات اجتماعيه بتتراوح من 500 الى 1000 جنيه يعني يمكن اكتر من كده على حسب الحاله، او لو اشتغل في قطاع خاص ممكن ياخد اضعاف المبلغ ده. فهو الشخص لازم احنا حد يفهمه وحد يساعده في انه يفهم ويتاهل ويكون متاهب نفسيا وفعليا متاهل يعني ماتيريالي من ناحيه المهارات والكفاءات ان هو يعني يخوض تجربه يشتغل. العمل الخاص ايا كان موظف عند بالاجر او صاحب عمل. فهي الفكره الحقيقه ان احنا التعاون مع الجمعيات، طبعا الجمعيات عندهم خبره ميدانيه وعندهم معرفه وعندهم تواجد وعندهم اضافات كبيره جدا للبرنامج، فالبرنامج بيستهدف انه الوصول الى كافه المستهدفين من خلال الجمعيات. طبعا بجانب ان البرنامج بيقوم بالتركيب يعني بالتصميم والتخطيط بشكل مركزي، لان الوزاره عندها قواعد البيانات حاليا، فبالتالي بتتيح لنا ان احنا عندنا رؤيه واضحه للعدد تطلعوا كمان على الخطوات المختلفه بالظبط، عندنا عدد يعني المستفيدين من البرامج المختلفه اماكنهم مستوياتهم، طبعا الدراسات الكتيره اللي بتتم بتعرفنا، بجانب ان الجمعيات عندها برامج على الارض فبرضو عندنا رؤيه وعندنا يعني نقدر ناخد رؤيه واسعه من خلال الاحتياجات والانشطه اللي تامه عشان يتم التعاون معاه ورفع الاستفاده بشكل عام للمحتوى، تعظيم الاستفاده منه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصه على وجود حضرتك معانا النهارده. هنروح سريعا لتامر حنفي هيستعرض مع حضراتكم اهم واخر الانباء ونرجع نكمل حلقتنا.